طيب انا هروح لراجي وامير، لانه راجي انا شخصيا ما كنتش اعرف القانون ولا اسمعه ولا اميزه لحد ما قابلتك، وانت عارف انه من زمان انا بسمعك ومتابعك. احكي لنا حكايتك مع القانون ورحلة القانون في حياة الفنان راجي كمال. يعني هو القانون جه في حياتي، انا بعتبره ان ربنا هو اللي اختار الآلة دي، لاني لما دخلت الأكاديمية سنة 95 في المعهد العالي للموسيقى العربية كانت أمنية عمري ان انا العب كمانجا. فلما دخلت كان عندنا وقتها امتحان القدرات في الأكاديمية بيبقى عبارة عن 3 لجان، يخش حوالي 4000 او 5000 متقدم للمعهد او الاكاديميه، لغايه ما ياخدوا من 4000 او 5000 فرد دول، ياخدوا منهم وقتنا احنا كانوا بياخدوا منهم 40 فرد. فكانوا طبعا بياخدوا ال 40 فرد اللي هم بجد هينفعوا يدرسوا مزيكا. فدخلت درست، قلت عايز ادرس كمانجا، واخترت في لجنه القدرات ان انا عايز العب كمانجا. فقالوا لي في اللجنه مش هينفع تلعب كمانجا، صباعك الاخير قصير. قلت البدايه كده ما تطمنش. اهلا. فالله يمسيه بالخير الاستاذ دكتور سامي نصير، عازف القانون طبعا والمؤلف الكبير والمايسترو اللي ملوش زي، يعني قال لي انا شايفك يا تعزف ناي يا تعزف قانون. فانا للحظه كده قلت قانون، فدخلت ولعبت قانون. وكنت بحب دايما وانا صغير وانا طفل، يعني كنت كان بيلفت نظري دايما عازف القانون دكتور ماجد سرور. ده مثلي الاعلى لغايه يومنا النهارده. من وانا صغير انا بشوف دكتور ماجد سرور ده وهو بيعزف على الاله كده، ليه كاريزما وليه شكل وهو قاعد كده وبيعزف، والكلمه بتطلع في صباعه. فحبيت الاله برضو، يعني اوريدي انا اخترت القانون برضو عشان خاطر انا بحب الانسان ده. عندك مثل وعندك حد. يعني هو مثل الاعلى لغايه يومنا النهارده، بحاول ابقى زيه طبعا او حته منه، لان هو رباني كتير طبعا من ساعه ما دخلت الاكاديميه لغايه ما اتخرجت. دكتور ماجد سرور هو كان البطل بالنسبه لي في الاله يعني.